السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا دكاترة هناخد الـ gut associated glands اللي هم salivary glands والليفر والبنكرياس. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالليفر. الأي اللوز بتاعت محاضرتنا النهاردة إن أنا أعرف الاسترومال كونتنت أوف ذا ليفر، هيباتوسايتس بتأورجنايزد إزاي، ليها أورجنايزيشن معين وكذا طيب من اللوبيول. أعرف الهيستولوجيكال ستراكشر أوف هيباتوسايتس سواء لايت ميكروسكوبيك أو إلكترو ميكروسكوبيك ستراكشر. Correlate structure to function. Correlate the structure to function of cells lining the hepatic sinusoid. أعرف يعني إيه space of this. أعرف bile flow. Direction of bile flow. ده شكل الليفر بتاعنا. الليفر it is the largest gland in the body. هي عبارة عن compound tubular gland. بقول عليها mixed gland. ليه mixed؟ لأن عندها endocrine function و exocrine function. الاندوكراين فانكشن يعني ايه؟ بتطلع سكريشن دايركتلي تو ذا بلاد ستريم، بتطلع ايه؟ بلازما بروتينز. طب الاكسوكراين بتطلع السكريشن، بيمشي في دكت، خلاص ده البايل سكريشن. ايه الاستراكشر بتاع الليفر؟ اسال نفسي زي ما انا متعلمه من زمان في الهيستولوجي، هو سوليد اورجان ولا هولو اورجان؟ سوليد اورجان. خلاص ما دام سوليد اورجان يبقى استروما اند بارينكيما، صح؟ والاستروما ثابته عندي كبسول ترابيكلي اند ريتيكولار نتورك. الكبسول بتاعتي هي عبارة عن سيك كونكتيف تيشو كبسول اسمها جلايسونز كبسول، بنغطيها ببريتونيم وينزل منها الكونكتيف تيشو ترابيكيلي أو ستة اللي بتقسم لي الليفر للوبس، خلاص، أو لوبيولز. الستة دي بسميها انترلوبيول ستة. الريتيكولار نتورك هي عبارة عن برانشنج انستوموزنج نتورك من الريتيكولار سيلز والريتيكولار فايبرز اللي بتديني الباك جراوند بتاع الليفر، ودي طبعا ستند بإيه؟ بسيلفر ستين. طيب البارينكيما بقى اللي هي الفانكشنينج بورت بتاع الليفر عباره عن ايه؟ عباره عن الهيباتوسايت. طيب الهيباتوسايتس دي جوه الليفر بتنظم ازاي؟ ليها تنظيمه معينه كده جوه الليفر. الساينتست قالوا ان انواع الهيباتيك لوبيولز ثلاث انواع. اول واحد الليفر اسينوس، اثنين البورتال لوبيول، ثلاثه كلاسيك هيباتيك لوبيول. والكلاسيك هيباتيك لوبيول هو اشهر واحد، وهو عاده اللي احنا بنعمله ستادينج في الهيستولوجي. تعالوا نبص كده على الرسمه وهنناقش كل واحد فيهم بالتفصيل. الشكل الهكساجونال ده اللي لونه ازرق هو ده الكلاسيك هيباتيك لوبيول، خلاص. الترانجل الاخضر ده هناخد كل واحد فيهم ان ديتيلز بعد كده، هو ده البورتال لوبيول. اللون الاصفر ده اللي هو شكله دايموند شيب، هو ده الليفر اسيد. ايه بقى الكلاسيك هيباتيك لوبيول؟ الكلاسيك هيباتيك لوبيول زي ما احنا شايفين كده عباره عن هكساجونال ماس اوف ليفر تيشو سراوندنج ا سنترال فين. تاني هكساجونال ماس اوف ليفر تيشو سراوندنج ا سنترال فين. يعني ايه؟ يعني انا شايفه جزء من الليفر، الجزء ده شكله سداسي وفي نصه في حاجه اسمها سنترال فين. حوالين السنترال فين كوردز اوف هيباتوسايتس راديات فروم ذا سنترال فين تو ذا بريفري. شايف شكل الكلاسيك هيباتيك لوبيول اهو. طيب الكوردز دي شكلها ايه؟ ادي الكوردز. الكوردز دي عباره عن برانشنج اند انستوموزنج كوردز او بليدز اوف هيباتوسايت. الكورد الواحد الثيكنس بتاعه ممكن يكون 1 سيل او 2 سيلز، يعني الكورد الواحد مش لازم يكون سيل 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 ورا بعض. تعالى بص هنا في اتنين اهو، كذلك هنا، خلاص. طيب الكورد اوف هيباتوسايت عباره عن 1 اور 2 سيل ثيكنس. طب الكورد دي مفصوله بايه؟ شوف في فراغات اهو ان بتوين سيبريتد باي بلاد سينوسايد. يبقى الكلاسيك هيباتيك لوبيول عشان ده الكلاسيك هيستولوجيكال استراكشر اللي احنا بناخده عباره عن هيكساجونال ماس او ليفر تيشو سراوندنج ا سنترال فين، خلاص. فروم ذيس سنترال فين كوردز اوف هيباتوسايتس راديتس توورد ذا بريفري. الكوردز دي شكلها ايه؟ برانشنج انستوموزنج كوردز. الكورد ثيكنس 1 سيل او 2 سيلز. In between these cords انا عندي ايه يا اولاد؟ عندي blood sinusoids. طيب ده شكل الكلاسيك هيباتيك لوبيول 3D عشان تتخيلوا الموقف. اهو شكله هيكساجونال، في نص السنترال فين اللي انا شايفاه دول الهيباتوسايتس. ايه اللي في البريفري؟ دي حاجه اسمها بورتال تراكت. البورتال تراكت ده مكان احنا هناخده برضو ان ديتيلز، في هيباتيك ارتري، بورتال فين، بايل دكت، ليمفاتيك فيسل كده. موجود فين الكلام ده؟ عند الكورنر بتاع مين؟ بتاع الهيكساجون اللي احنا لسه قايلين عليه. الكورنر ده بلاقي فيه ايه؟ البورتال تراكت. دي صورة تانية توضيحية برضو للكلام اللي أنا بقوله. آدي الكلاسيك هيباتيك لوبيول اللي لونه أحمر اللي شكله هيكساجونال وفي نصه سنترال فين وطالع منه كوردز كده برانشنج انستوموزنج كوردز بتاعت مين؟ الهيباتيك.
برضو سايد. طب ايه اللي في الكورنر بقى بتاع كل؟ بس مش لازم يكون موجود في السكس كورنرز يعني، خلاص مش لازم، مش ضروري يكون كل كورنر فيه بورتال تراكت، لا مش ضروري. بس ادي كورنر مثلا فيه بورتال تراكت، فيه ايه؟ فيه هيباتيك ارتري، فيه بورتال فين، فيه ايه؟ بايل داكت وكمان لمفاتيك. بس امال ايه الحاجات دي؟ بيبين لك بقيه التايبس بتاع الهيباتيك لوبيولز اللي هناخدها برضو ان شاء الله. ده الترانجلر ماس، دي عباره عن ايه؟ اسمها بورتال بورتال لوبيول. طيب وشكلها دايموند اللي لونها اخضر دي بنسميها ايه؟ ليفر اسنس. ده الكلاسيك هيباتيك لوبيول اهو يا ولاد. دي السنترال فين، وادي الكورتس اوف هيباتوسايتس، وادي البورتال تراكت. طبعا ده ايه؟ البورتال فين، وادي الهيباتيك ارتري، وطبعا دي ايه؟ البايل داكت. تمام. اللي ان بتوين دول البلود ساينوسايتس اللي احنا لسه بنتكلم عليهم، وده السنترال فين. ادي الكلاسيك هيباتيك لوبيول، وفي الكورنر بتاعه انا اقدر الاقي البورتال تراكت. ادي الصوره هيستولوجيكال اهو للبورتال تراكت، المنظر ده كله كده البورتال تراكت. ده عباره عن ايه؟ ده برانش من الهيباتيك ارتري والبورتال فين اللي بيبقى اوسع واحد فيهم، وعندي البايل داكت والليمفاتيك فيسل. الصوره دي برضو 3 دي دايجرام كده مرسوم للكلام ده كله، اللي هو ادي البورتال فين، وادي الهيباتيك ارتري، وادي البايل داكت، وبيبقى فيه كمان ايه؟ الليمفاتيك فيسل. Direction of blood flow. Direction of blood flow جاي ازاي؟ من هنا من البريفري to the center. يعني ايه؟ يعني انا عندي في البريفري دي بلاقي عندي مين؟ بلاقي الهيباتيك ارتري اهو، جايب نيوتريشن، جايب اقصد اكسجين، اما النيوترينت فهي قليله فيه. وادي البورتال فين، جايب النيوترينت من الجي اي تي اللي ابزوربت من جي اي تي، لكن الاكسجين بور، فاصبح عندي تو سورسز اهو للبلد، واحد مليان اكسجين والتاني مليان نيوترينت. كويس. بيبقوا ميكسد مع بعض فين؟ في الساينوسويد اللي هو المكان ده، المكان الفاضي اللي في النص، ميكسد في الساينوسويد. وبعدين زي ما الاسهم بتقول اهو ان الدايركشن اوف بلاد فلو توورد ذا سنتر، يبقى دول ميكسد وبعد كده يروحوا يصبوا فين؟ في السنترال فين. يبقى الدايركشن اوف بلاد فلو فروم ذا بريفري تو ذا سنتر. البايل فلو بقى ماشي ازاي؟ ماشي العكس، من السنتر للبريفري. ازاي؟ البايل ده بيتعمل بالهباتوسايت، بيمشي في البايل كانريكيولاي، وبعدين يبتدي يتجمع ويبقى اكبر 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 لغايه ما توصل للايه؟ للبايل داكت الكبيره اللي موجوده فين؟ في البريفري. خلاص. يبقى الدايركشن اوف بايل من جوه لبره، فروم ذا سنتر تو ذا بريفري، عكس البلاد فلو. ايه البلاد سبلاي اوف ذا ليفر؟ انا لسه قايلها اهو حالا، عنده تو سورسز اوف بلاد، الهيباتيك ارتري والبورتال فين. الهيباتيك ارتري بيبقى اكتر كاري اكسجين، كويس، لانه جاي من الاورطه. البورتال فين ده جاي من جي اي تي، يبقى كاري نيوترينت اكتر لكن بور في الاكسجين. المهم الاثنين بيبقى ميكسد فين؟ في البلاد ساينوسويدز. خلاص. وبعدين يقوموا ماشيين ماشيين واصلين لغايه مين؟ السنترال فين. طب بعد ما يوصل للسنترال فين، بعد كده يبقى دريند يروح للهيباتيك فين، ومنها للانفيريور فين. اكيد الدياجرام ده برضو بيوضح الكلام ده. ادي البورتال فين بيديني 75% اوف ذا بلاد فلو، زي ما قلت كده نيوترينت ريتش واكسجين بور، وجاي من الفيسرا. الهيباتيك ارتري 25% اوف بلاد فلو، ده نيوترينت بور لكن اكسجين ريتش وجاي من الاورطه، ميكس ده في الساينسود، يوصلوا للسنترال فين، وبعدين يبقوا دريند بالايه؟ بالهيباتيك فين للانفيريور فين. تمام. ده شكل التوضيحي برضو اللي احنا لسه قايلينه اهو. دول في البريفري هيباتيك ارتري وبورتال فين، وده كمان، ودخلوا على الساينوسويد اهو من ناحيتين، ودريند للاسم. طيب تاني حاجه قلنا هنتكلم عليها في الهيباتوسايت اورجانيزيشن، قلنا عندي ثلاث انواع من اللوبيول. كنت قلت الكلاسيك هيباتيك لوبيول، بورتال لوبيول، والليفر اسينس. طيب الليفر اسينس عباره عن ايه؟ لو انا شايفه ده كلاسيك هيباتيك لوبيول، وده كلاسيك هيباتيك لوبيول، ودي سنترال فين وسنترال فين. لو انا اخدت دايموند شيبد اريا وصلت ما بين اتنين كلاسيك هيباتيك لوبيول والادجسنت بورتال تراكت، يطلع لي حاجه كده شكلها دايموند شيب، صح كده؟ البريفري بتاعتها التو سنترال فينز، والسنتر بتاعها المكان اللي جاي منه مين؟ اللي جاي منه البلاد سبلاي تو ذا ليفر. يبقى تاني، يبقى انا عندي حته دايموند شيب شكلها كده دايموند. ازاي؟ ادي سنترال فين سنترال فين، وادي اتنين بورتال تراكت، وصل كده ببعضه يطلع دايموند. البريفري بتاعت الدايموند هما السنترال فين والسنتر. السنتر عباره عن ايه؟ البلاد فلو تو ذا ليفر، سواء بورتال فين او هيباتيك ارتري، يعني دي الاريا اوف هايست فاسكولاريتي اهو. دايموند شيبد ماس بتوين تو كلاسيك هيباتيك لوبيول وسنترال فاسكولار كور. طيب لو انا بصيت كده بقى
ده ايه؟ ده السنترال فين، كويس؟ ده البورتال تراكت، صح كده؟ المكان اللي جايب هيباتيك ارتري وبورتال فين اللي جاي منه البلاد فلو. طيب البلاد هيمشي ازاي؟ قلنا من البريفري رايح ناحيه مين؟ السنتر بالشكل ده اهو، تاني ده السنترال فين وده البورتال تراكت، خلاص اللي جايب البلاد سبلاي تو ذا ليفر. يبقى البلاد هيمشي جوه السينسويد ازاي؟ بالشكل ده في الاتجاه ده كده، هيمشي كده 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 ويصب هنا. مين اعلى حته فيها فاسكولاريتي اللي جنب البورتال تراكت اللي هي دي بسميها زون 1، ودي في السنتر بتاع الدايموند بالظبط. كل ما بمشي كل ما بيتسحب نيوترينت واكسجين، يتسحب نيوترينت واكسجين لغايه ما تبقى بورست اريا هي نمره 3، خلاص؟ طيب التلاتة دول أنا بسميهم زونز، زون 1 زون 2 زون 3. من هنا ده السنتر بتاع الدايموند أو بتاع الليفر أسينس، يبقى السنتر هو الهايست فاسكولاريتي، وكل ما بمشي ناحية السنترال فين أو البريفري بتقل الفاسكولاريتي. كلوز تو ذا سنترال طبعا زون 1، كلوز ذا سنترال فاسكولار كور، بيست بلاد سبلاي، في أكسجين وفي نيوترينتس، والمكان ده بيتصنع فيه الجلايكوجين بلازما بروتينز. نفس الكلام على زون 2، ادي زون 2 اهو، بنقل بقى البلاد سبلاي عن زون 1، وطبعا هو في النص كده ما بين 1 و 3. يعني ايه؟ يعني بلاد سبلاي والاكسجين والنيوترينت لا هي بور ولا هي ريتش، ما بين طيب زون 3، زون 3 نير ذا سنترال فين، طبعا دي البورست بلاد سبلاي. ليه بقى؟ لان انا بعيد قوي عن الفاسكولاريتي، خلاص اتسحب مني كل الاكسجين والنيوترينت. المكان ده فيه اسمه سندوبلازما كريتيكولم اللي بتعمل دراج ديتوكسيفيكيشن وبتعمل جلايكوليسيس. ولو انا اتعرض الليفر لاسكيميا، اسكيميا يعني ايه يا اولاد؟ يعني كاتنج او بلاد سبلاي، قل البلاد سبلاي عن الليفر. تفتكروا مين اكتر زون تبقى افكتد، 1 ولا 2 ولا 3؟ فكر كده. انا دلوقتي دي الهايست فاسكولاريتي في السنتر بتاع الدايموند، حلو كده؟ وانا بمشي كده بعمل درينج رايح للسنترال فين، وكل ما بمشي بيتاخد مني الاكسجين والنيوترين، ودي البورست بلاد سبلاي. يبقى مين اكتر حته تتاثر بالاسكيميا؟ طبعا 3. يبقى اول حته تتاثر بالاسكيميا هي زون 3. ليه؟ لان عندها بور بلاد سبلاي، اللي هي انهي زون؟ اللي حوالين السنترال فين. عشان كده لما بيحصل ليجن في الليفر اول حته تتاثر اللي حوالين السنترال فين، وبعدين اللي بعدها، وبعدين اخر حته هي زون 1. تعالوا نتفرج على الهباتوسايتس بقى. الهباتوسايتس بتاعتنا شكلها ايه؟ شكلها بوليهيدرال ان شيب، والنيوكليس بتاعتها ممكن هي راوندد وسنترال نيوكليس، وهي فيزيكولر طبعا. فيزيكولر يعني ايه؟ اوبن فيس نيوكليس، لانها هايلي اكتف طبعا، كويس، وز برومننت نيوكليولس. ساعات 25% من الهباتوسايت بتبقى باي نيوكليتد، عندها تو نيوكلاي زي اللي انا شايفاهم دول. السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك سيتوبلازم عشان مليان ميتوكوندريا، في بعض البيزوفيليك جرانيولز مفيش مشكله. تلاقي السيتوبلازم بتاعها شكله فومي او فاكيوليتد، ليه؟ لان هي عندها جلايكوجين جرانيولز كتير وعندها فات دروبلتس كتير، والحاجات دي طبعا مش بتتصبغ بالاتش ان دي، فبتبان فاكيوليتد. طبعا لو كده بص على الاي ام بتاع الهباتوسايت هتلاقيها ايديال سيل، فيها كل حاجه ممكن تتخيلها ودرسناها في السيتولوجي. يعني ايه؟ احنا بدانا بالنيوكليس، قلنا انها اوبن فيس نيوكليس لانها هي اكتيف اكتيف سيل وبرومننت نيوكليولس. عندها ميتوكوندريا بشكل رهيب لانها هي اكتيف، ممكن توصل ل 1000 ميتوكوندريا بير سيل، يعني في سيل واحده ليها 1000 ميتوكوندريا. في رف، ايوه طبعا، ده انا عندي رف اندوبلازميك ريتيكولم لان انا بصنع ايه؟ بروتين، بلازما بروتينز، البومين، جلوبولين، بروثرومبين. طيب عندي جولجي طبعا اكيد ما دام انا بصنع بروتين. طب في سموس اندوبلازميك ريتيكولم طبعا، في ليه؟ لان بيحصل فيها ديتوكسيفيكيشن اوف دراجز، جلايكوجينيسيس، كونجوجيشن اوف بيليروبين. تعالوا نبص كمان عندنا ايه تاني. عندنا لايزوزومز، طيب عندنا بيروكسيزومز، ليه؟ عشان بتعمل بريكنج للفاتي اسيد بالبيتا اوكسيديشن، اكتين، انترميديت فيلامنت، انكلوجنز بقى زي ما انت عاوز، الجلايكوجين موجود، الفات دروبلتس تمام، لايبوفيزين بيجمنت موجوده، كل حاجه موجوده في السيل. بصوا شكلها بقى بالاي ام قد ايه جميل. بصوا ادي النيوكليس طبعا، الميتوكوندريا حدث ولا حرك، كتير جدا جدا. ادي الراف اندوبلازميك ريتيكولم، خلاص. ادي صوره تانية بتبين منطقه مليانه سموث اندوبلازميك ريتيكولم، خلاص. ادي اللايزوزومز اهو، فري ريبوزومز، في كل حاجه ممكن تتخيلها. يا ترى الهيباتوسايت دي بتعمل ايه؟ الفانكشن بتاعها تعمل بايل. البايل ده مهم قوي،
للفات ابزوربشن، بتعمل اندوكرين فانكشن ازاي، بتطلع جلوكوز وبلازما بروتينز تو ذا بلاد ستريم، يبقى هي اندوكرين. ديتوكسيفيكيشن للدراجز زي البربيتوليتس والالكول، بتعمل لهم ديتوكسيفيكيشن، يبقى هي سيل مهمه ولا لا. بيعمل كمان ستورج اند ميتابوليزم اوف ايرن، ميتابوليزم لكل انواع الفود بتاعتي، كربوهيدرات، ليبيد، كوليسترول، يوريا فورميشن. بيعمل ستورج لفيتامين اي ودي وكي. طيب الهباتوسايت اللي احنا اتكلمنا عليها يا جماعه ليها كذا فيس، ايه هم الفيسز بتوعها؟ ليها 3 فيسز. عاوزين نتخيل مع بعض، ادي كورد من الهباتوسايت ودي كورد، قلنا ما بينهم مين؟ بلاد ساينوسويد. يبقى اول فيس واضح هو للكل اللي هو الفيسنج بلاد ساينوسويد. طيب هي دي هباتوسايت وجنبها مين؟ جنبها كمان هباتوسايت، يبقى فيسنج انذر هباتوسايت. طيب ساعات تبقى فيسنج هباتوسايت بس في ما بينهم شانل رفيعه قوي اسمها بايل كاناليكيولاي، يبقى ممكن تبقى فيسنج جزء منها كده كمان فيسنج البايل كاناليكيولاي. يبقى الثري فيسز اللي هنتكلم عليه. طيب يبقى انا عندي فيسنج للبايل كاناليكيولاي اهو، لو اعتبرنا دي هباتوسايت ودي هباتوسايت ودي هباتوسايت اهو، ده وراه المفروض الكوردز عباره عن كذا سيل ورا بعض، لو اتنين جنب بعض اهو الحته دي يبقى ايه؟ فيسنج بايل كاناليكيولاي. الباقي يبقى اسمه فيسنج ادجسنت هباتوسايت. لو ناحيه البلاد ستريم زي كده المفروض ماشي في ار بي سي، يبقى فيسنج البلاد ايه؟ ساينوسويد. طيب انا عندي هنا ادي شكل الهباتوسايت والهباتوسايت اللي جنبها، يبقى ده كده الفيس اللي بين تو هباتوسايت، صح كده؟ تمام. ودول جوينت مع بعض، جوينت بايه؟ بجونكشنال كومبلكس. خلاص تعالى بقى ايه، ادي برضو هباتوسايت وجنبها هباتوسايت وفي النص حاجه اسمها بايل كاناليكيولس، يبقى الحته دي فيسنج البايل كاناليكيولس. شوف دي كمان اهو، دي هباتوسايت ودي هباتوسايت وادي جونكشن كومبلكس ودي كمان جونكشن كومبلكس، ودي زي تشانل صغيره كده ان بتوين التو هباتوسايت، دي اسمها البايل كاناليكيولس. يبقى ده الحته دي فيسنج البايل كاناليكيولس والحته دي فيسنج الادجسنت هباتوسايت والثالثه بتبقى فيسنج البلاد. ادي الصوره دي بتوضح لي اللي انا بقوله، ادي ثلاثه هباتوسايت جنب بعض ماسكين ببعض او بجنكشن كومبلكس. بص في الحته دي كده، مش دي بايل كاناليكيولس ان بتوين؟ ودي كمان اهي بايل كاناليكيولس ان بتوين. طيب المكان ده البايل كاناليكيولس في الهباتوسايت عندها في اهو، ادي المكان اللي في سنجل بايل كاناليكيولس عندها في شورت مايكروفيلاي. البايل اللي سكريتد من الهباتوسايت بيعدي في البايل كاناليكيولس، ده يعتبر اكزوكرين فانكشن اوف هيباتوسايت، ومن البايل كاناليكيولس تروح للاكبر للاكبر لغايه ما توصل في البايل داكت. تكبير حلو قوي هيوضح الكلام اللي احنا بنقوله، دي هيباتوسايت ودي هيباتوسايت كونكتد اهو مع بعض بجنكشن كومبلكس يمين وشمال. امال ايه الحته اللي في النص دي بقى اللي متسابه ان بتوين؟ الحته دي البايل كاناليكيولس. لاحظ هنا وجود شورت مايكروفيلاي عند الايه؟ الهيباتوسايت في المكان ده. ثانك يو.